مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج افريقيا، نتابع فيها اهم الاخبار والموضوعات على صعيد القاره الافريقيه. وفي هذه الحلقه سنناقش مجموعه من مسارات تطورات الاحداث خاصه في السودان والنيجر والجابون. نبدا معا بعد الفاصل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في مدينة العالمين الجديدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصة من خلال حسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، ومعربا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن السودان الشقيق على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرا في مصر. كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثية حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام. أحبط الجيش الصومالي هجوما إرهابيا حاولت فيه عناصر ميليشيات الشباب، شن هذا الهجوم على منطقة عوسويني في إقليم جلجدود بوسط الصومال والمحررة مؤخرا على أيدي القوات المسلحة. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش كان يتابع باهتمام تحركات الميليشيات وتصدى لعناصرها قبل تحقيق أهدافهم الإرهابية ضد المدنيين في مناطق صومالية. وتواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية والشرطة في وسط البلاد عملية تطهير المناطق الريفية من المتمردين والإرهابيين. أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تسعى لمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتعاون مع زيمبابوي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت فيها مؤخرا. وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن نتائج الانتخابات في زيمبابوي هي تعبير عن الدعم المهم والواسع للمسار الديمقراطي الذي يسلكه رئيس زيمبابوي لتعزيز الدولة وضمان الاستقرار وإجراء الإصلاحات بهدف إيجاد مناخ يدعم التنمية التدريجية في البلاد على أساس ضمان حقوق ومصالح جميع المجموعات والفئات في دولة زيمبابوي. أما في مدينة نيويورك فقد استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد اقتراح في مجلس الأمن بتمديد عقوبات على دولة مالي والتي يحكمها مجلس عسكري تربطه شراكة وثيقة مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية. يذكر أن العقوبات التي تم فرضها عام 2017 على مالي تحظر السفر وتجمد أصول أي شخص ينظر إليه على أنه يهدد عملية السلام.
قال وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف إن الجزائر تقترح مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر المجاورة. تشمل هذه المبادرة الجزائرية فترة انتقالية مدتها 6 أشهر بقيادة مسؤول مدني. وأكد عطاف أن معظم الدول التي تحدثت إليها الجزائر تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة في النيجر. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. في تصعيد شديد اللهجة أعطى المجلس العسكري في النيجر تعليمات للشرطة بطرد السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت، مؤكدا أنه لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وعليه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة بزعم أن تصرفات الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر. التصعيد الجديد تزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أسبانيا، حيث أكدوا احتمال فرض عقوبات وأشاروا إلى أن عدم الاستقرار في دول غرب ووسط إفريقيا سيكون له تداعيات كارثية على العالم بأسره. جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال إنه من الواضح أن الانقلاب في النيجر يستهل عصرا جديدا من عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في العمل على إطار قانوني لفرض عقوبات على المجلس العسكري وإعادة حكومة النيجر المعزولة. إيطاليا من جانبها حذرت أن حالة عدم الاستقرار في النيجر ستؤدي إلى المزيد من تدفقات الهجرة من الجنوب، مشيرا إلى أن أوروبا لا تستطيع تحمل المزيد من اللاجئين، كما لا يمكنها تحمل أي مواجهات مسلحة. أما الأمم المتحدة فقد أعلنت بدورها أن العقوبات المفروضة على النيجر تعرقل وصول المساعدات الضرورية إليها مثل الغذاء والدواء، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وخطت دول غرب ووسط إفريقيا خلال العقد الماضي خطوات واسعة نحو التخلص من المعوقات التي تؤدي للمزيد من التدهور الأمني وعدم الاستقرار بدولها. نفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة الرسائل التي تم تداولها بشأن طلب قدمته النيجر لمغادرة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين لأراضيها. وذكرت الخارجية الأمريكية أن نظيرتها في النيجر أبلغت واشنطن بأن صور الرسائل المتداولة على الإنترنت التي تدعو لمغادرة بعض المسؤولين الدبلوماسيين الأمريكيين للنيجر لم تصدر عن خارجية النيجر. يأتي هذا في الوقت الذي قال مصدر في خارجية النيجر إن الأخبار المتداولة حول ذلك بطلب سفراء النيجر وألمانيا والولايات المتحدة ودفعهم إلى مغادرة النيجر ليست صحيحة. أما بالنسبة لآخر التطورات في موضوع النيجر، فقد أكد الناطق باسم هيئة أركان الجيش الفرنسي بيير بوديليير أن القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يستهدف البعثات العسكرية والدبلوماسية والمصالح الفرنسية في النيجر، وذلك في ظل التوتر المتصاعد بين باريس ونيامي عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المقرات والبعثات الدبلوماسية، ويأتي هذا ردا على قرار النيجر بإزالة صفة الدبلوماسية والحصانة الدبلوماسية تحديدا عن السفير الفرنسي الذي ما زال في النيجر حتى الآن ولم يغادرها رغم مطالبة القادة العسكريين الجدد في النيجر له بالرحيل. وللمزيد من الشرح والتحليل لآخر التطورات الخاصة بموضوع النيجر والإجراءات الأخيرة هناك، نرحب اليوم في هذه الحلقة بدكتور أحمد عبد الدائم أستاذ العلاقات الدولية بكلية الدراسات الإفريقية العليا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا دكتور أحمد. أولا
ما هي قراءة حضرتك ورؤيتك لمبادرة الجزائر لحل الأزمة في النيجر؟ وهل الشروط الخاصة بتحقيق هذه المبادرة متاحة رغم هذا المناخ الصعب؟ أعتقد أن يعني المبادرة يمكن إلى حد ما كان لها دور كبير في على الأقل كل يعني كل التحليلات السياسية وكل منطقة غرب إفريقيا، وحتى كلها كانت رايحة في إطار التدخل العسكري أو القرار بتاع إيكواس بموضوع التدخل العسكري. أعتقد أن المبادرة الجزائرية جت لي على الأقل لي إلى حد ما يعني تخفف من وطأة هذا القرار اللي كان قرار يعني كل يعني تقريبا غالبية دول إيكواس بتدفع لي، وخصوصا مع التصعيد اللي جاي من المجلس العسكري الانتقالي للنيجر. أعتقد أن المسألة أو الطرح اللي قدمته الجزائر بالتشاور مع بعض دول إيكواس بالأساس، يعني هو الجزائر لما بنت المبادرة بتاعتها بنتها على أسس منطقية، خصوصا أن هي عملت مشاورات مع المجلس العسكري الانتقالي. نائب وأعتقد أن الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية يعني راح زار وزير الحكومة الموجودة في النيجر وتشاور معهم. ايضا حصلت يعني اتصالات تليفونيه ما بين وزاره الخارجيه وما بين القائد العسكري للنيجر اللي هو تشياني. فبالتالي تداولوا المساله ما بين الانقلاب يعني القائمين على الانقلاب في حد ذاته وما بين اللي هو الدول اللي هي بالاساس متصدره للمشهد اللي هي واخده زمام المبادره بالتدخل العسكري داخل إيكواس. يعني هو حصل ان وزير خارجيه احمد عطاف زار نيجيريا وبنين وغانا، الدولتين دول من يعني هم بالاساس اللي هتنطلق حتى لو حصل تدخل عسكري هينطلق من نيجيريا وبنين. وبالتالي التشاور مع الدول الرئيسيه اللي هي بتحيط بالمنطقه واللي واخده زمام القرار للتدخل العسكري، اعتقد ده خلى على الاقل من ناحيه الـ يعني منطقه غرب افريقيا ان في تشاور حوالين القرار. بالاضافه ان الخارجيه الجزائريه ايضا بنت حوار يعني دولي، يعني حصلت مشورات مع الولايات المتحده الامريكيه مع ايطاليا مع بعض الدول الاوروبيه. وبالتالي اذا المبادره قدمتها مش من بنات افكار الجزائر في حد ذاتها. نعم. بناء على يعني وسعت القاعده بشكل اكبر ناحيه السماع لوجهات النظر الاخرى مع الاساس اللي هي منطلقه ليه الجزائر. الجزائر منطلقه من قاعدتين رئيسيتين، اولا هي لم تعترف بان ما حدث في النيجر يعني ان هو يعني ده يعني معترفه بانقلاب وان هو يعني اجراء غير دستوري، وبالتالي ده حقيقه واضحه في سياسه الجزائر الخارجيه. لكن هي كل ما يعني الجزائر القاعده الثانيه اللي هي اصلا رافضه موضوع التدخل العسكري، ومش هي اللي رافضه لوحديها، وبالتالي في غطاء دولي كبير مجموعه من الدول بما فيهم الولايات المتحده الامريكيه وايطاليا والمانيا ومجموعه من الدول يعني حتى يعني دول كثيره حتى بما فيها مصر. نعم. يعني لكن يبدو ان بعض هذه الدول يعني تعطي الخيار الدبلوماسي الفرصه الكافيه، او ربما بشكل غير مباشر تعطي الخيار الدبلوماسي الفرصه الكافيه لاتاحه مزيد من الوقت لقاده المجلس العسكري الجدد في النيجر لترتيب اوراقهم. هذا احتمال. والاحتمال الاخر هنا اسال حضرتك، لماذا الجزائر تحديدا تتبنى هذا الاتجاه وهو رفض اي عمل عسكري ضد النيجر؟ هل هو تخوف من تهديدات جيوسياسيه قد تاتي من النيجر باتجاه الجزائر، اتجاه حدود الجزائر، مثلا تحرك نازحين، لاجئين، عمليات ارهاب، عمليات عنف؟ ما هي اهداف ومصالح الجزائر من رفض هذه العمليه؟ حضرتك من خلال السؤال اجبت على اللي هي التخوفات المخاوف الجزائريه من مساله يعني ان لو حدث تدخل عسكري من السهل حتى ولو أعلن إن هو تدخل هيكون سريع وخاطف، لكن الحرب كما جرت العادة يعني إن هي حينما يعني تقع الحرب فلا أحد يتحكم فيها، لها أبعاد كثيرة، وبالتالي لها هيكون تداعيات داخلية وتداعيات على المنطقة ككل، وبالتالي بالتأكيد هيكون في نازحين ومهاجرين.
هيذهبوا يا إما إلى ليبيا أو الجزائر، لأن الجزائر تقريبا أكبر دولة لها حدود مع النيجر. يعني هدف المبادرة يحمل في طياته مصلحة الجزائر، والهدف الرئيسي أيضا المصلحة الاقتصادية، لأنك أنت قبل انقلاب النيجر الجزائر كانت تتحدث عن مشروع اقتصادي كبير للغاية، اللي هو نقل الغاز من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر إلى أوروبا. وبالتالي كان الغاز يعني الأول كان يتم الغاز تحويله من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، ثم تنقله سفن خلال المحيط الأطلنطي لينتقل بعد كده، يتم تحويله من حالة سائلة إلى حالة غازية مرة أخرى. الكلام ده يعني بيكلف كثير على الدول دي، وبالتالي المشروع اللي هو اتعمل هي نقل الغاز من خلال الجزائر من خلال انبوب يعني يتجه من نيجيريا، قد يتاثر في حاله حدوث حرب. هو مش هيتاثر، هو تاثر لان الجزائر قطعت فيه شوط كبير وبالتوافق مع دول المنطقه، وبالتالي ده المشروع كان بتبني عليه امال كبيره للغايه. بالاضافه الى مساله الارهاب والنازحين، الارهاب الحركات المسلحه والمنطقه بالتاكيد هتجوب المنطقة. انت لا تنسى ان مالي وبوركينا فاسو تقريبا 40% من المساحات الموجودة في مالي لا تستحوذ عليها المجلس العسكري الانتقالي، حركات مسلحة هي اللي بتستحوذ على هذه الأراضي. فما بالك من النيجر، أعتقد أني برضو مرشح أن المناطق كثير من المناطق لن يتمكن المجلس العسكري أن يضع إيديه عليها، وبالتالي إذا الحركات المسلحة ممكن المناطق الجنوبية في الجزائر، ودي مناطق بترول ومناطق تعدين، كلها هتتأثر. وبالتالي الجزائر من اوائل الدول اللي هي يعني اللي هي هتتضرر من, من من مما يحدث من لهذا سنتابع مع حضرتك بعد قليل اهم المسارات المحتمله الخاصه فيما بعد مبادره الجزائر تجاه النيجر. لكن مشاهدينا نتابع الان اهم معالم هذه المبادره. ونواصل حديثنا مع الدكتور أحمد عبد الدايم عن تطورات أزمة النيجر. دكتور، ضمن أهم ما ورد في هذه المبادرة الجزائرية أهمية الاتفاق في المجتمع النيجري على شخصية توافقية تدير المرحلة الانتقالية، هل بهذا المناخ الذي تعيشه النيجر، يعني هناك مجلس عسكري حاكم، هناك مجلس أطاح برئيس منتخب، هناك مجلس أفرز قيادة جديدة بعدما قام بذلك نصب نفسه حاكما على النيجر ليدير هذه المرحلة، كذلك هذا المسؤول الجديد يرد على مبادرة الجزائر بأن الفترة الانتقالية يمكن أن تكون 3 سنوات وليس 6 أشهر فقط. هل هذه النقاط يعني يمكن الوصول إليها في النيجر في ظل هذا المناخ الصعب والمعقد؟ شخصية توافقية، كيف يمكن الوصول لشخصية توافقية إذا كان الجنرالات أطاحوا بالرئيس المنتخب واستولوا على السلطة؟
هي المساله اللغز كله او الاختلاف اللي حاصل حوالين المبادره في النقطه دي تحديدا، نقطه الستة اشهر والشخصيه التوافقيه. لان موضوع الستة اشهر لا يعني اصلا المجلس الانتقالي استحاله، يعني انا وصلت للسلطه، من الصعوبه بمكان ان يزاح عن السلطه في ظرف ستة اشهر، واللي عملوه ده كله يعني يتم اختزال الفتره كلها ويتم وينتهي بجرد قلم. لا، المفروض الستة اشهر يعني هو هيجي الحديث حوالين ايه؟ ان معقوله احنا هنجري حوار سياسي ويتم التوافق حوالين انتخابات مستقبليه لتاتي برئيس؟ ثانيا حتى الطرح الاخر الموجود في المبادره واللي ممكن يكون فيه كلام حواليه كثير، يعني حول هذه الشخصية التوافقية، من أين نجد هذه الشخصية التوافقية الموجودة في المجتمع النيجيري تحديدا؟ وبالتالي البحث عن هذه الشخصية هيستغرق وقت أصلا في البحث عن هذه الشخصية. إن رضيت الأطراف المحلية عن هذه الشخصية، قد يكون الأطراف الخارجية مثلا كقوة خارجية كفرنسا وغيرها أو الدول المحيطة لا ترضى بهذه الشخصية التوافقية. قد يحاج البعض بأن الشخصية التوافقية تعني أهل النيجر يعني بالأساس، لكن أعتقد أن هذا الطرح هيأتي في ظل توافق مع الرئيس بازوم في حد ذاته، وبعض الدول أصلا لا تقبل بهذا. يعني حتى في بعض الدول الأوروبية بتقول لك إذا كان أنا عندي الديمقراطية في حد ذاتها جابت بازوم إلى السلطة، فلماذا البحث عن شخصية توافقية وكأننا يعني طالما أنت قبلت بمبدأ اني ضد التغيرات غير الدستوريه اللي حصلت، فلماذا نبحث عن شخصيه اخرى واحنا عندنا رئيس موجود منتخب من قبل يعني 56.5% من الشعب، من اصوات الناخبين. وبالتالي اذا هذا البند تحديدا حواليه كلام كتير، لان حتى مستشار بازوم النهارده يعني اتكلم على مساله الست طيب لو سمحت لي واسف للمقاطعه، يعني لاننا سنتطرق ايضا الى موضوع الجابون. حاله التاهب العسكري في النيجر، يعني المجلس الجديد بدأ يحشد نفسه ويتمركز في العاصمة نيامي ويحرس المدن، وكذلك هناك تعهدات من مالي وبوركينا فاسو بمساندة النيجر في حالة حدوث ما سموه العدوان عليها، وأنهما أصبحا طرفان في هذه العملية، وكذلك تهديدات فرنسا بالتدخل لحماية مصالحها وسفيرها وبعثتها الدبلوماسية وهكذا. كيف نتوقع المشهد في رأيك في ظل كل هذا التصعيد؟ وهل هذا يعتبر رد على مبادرة الجزائر؟ أنا أعتقد أن النظام العسكري أو المجلس العسكري الانتقالي حتى الآن لم يصل إلى البدائل الحقيقية، وهو هو هو يقدر مسألة مهمة مثلا في ذهنه، يعني أن لا يمكن أن قرار التدخل العسكري حيتم اتخاذه أو تفعيله على أرض الواقع، وبالتالي يتصرف وكأن الأمر التدخل العسكري هيكون فيه صعوبة في هذا التدخل، وبالتالي هو يتم هذا التصعيد من قبل المجلس العسكري. أعتقد أن حتى القرارات برفض التدخل وحتى كمان اتهام إكوس في حد ذاتها أني وراها قوة أجنبية فيما قبل، والنهاردة كمان أنت بتاخد قرارات تصعيدية أكتر ضد فرنسا، وبتحاول تاخد إجراءات ضد السفير وتعتبره شخصية غير مرغوب فيها، ولو خرج أنت لو شفت الحصار حوالين مقر السفير الفرنسي ان لو خرج هيتم اعتقاله فورا، وبالتالي اذا وفرنسا ردت على الفور ان ده شخصيه دبلوماسيه، وبالتالي اي تصرف ضد السفير بتاعها بالتالي من حقها يعني قانونا ان ترد بالمثل، وبالتالي هي قادره على هذا الرد. نعم. يعني مش موضوع ال 1500 عسكري الموجودين في النيجر هم اللي هيحسموا المساله، اعتقد ان فرنسا عامله سيناريو في حاله التعدي على السفاره، وبالتالي في هذا الاجراء اعتقد ان المساله المجلس العنتريه اللي هو احيانا بياخدها بالتاكيد انه هو يعني الواقع بالنسبه لفرنسا بالذات لا يصعد، هو قد يصعد مع قرارات إكوس في حد ذاتها، لان في خلافات وفي انقسامات، وحتى الشعوب المحليه وخصوصا نيجيريا السبع ولايات الشماليه اللي بحكم ان دول هوسه ودول هوسه في النيجر، فبالتالي رافضين مساله التدخل. اعتقد انه بيستغل فرنسا هذه الانقسامات يعني. نعم، سنتطرق اليه ايضا في حديثنا مع سياده اللواء علاء عز الدين مستشار مركز الفارابي للدراسات. اهلا بك معنا سياده اللواء.
اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. بالنسبه لموقف فرنسا، يعني الرئيس ماكرون اشار الى ان موقف باريس ليس مبالغا فيه ازاء قضيه النيجر، لكن الان ما هي الاوراق التي تملكها فرنسا للتعامل مع قضيه النيجر والتعامل ايضا مع قضيه افريقيا ووجودها في افريقيا؟ في الواقع ان فرنسا في الفتره الاخيره خسرت كثيرا من رصيدها في الدول الافريقيه، زي ما شفنا اللي حصل في مالي والرفض الشعبي للوجود الفرنسي، بعكس الترحيب كان بمجموعه فاجنر على سبيل المثال. الان في النيجر ما يقوي موقف المجلس العسكري ان الشعب، ان شعب النيجر تقريبا باكمله يدعم المجلس العسكري وضد الوجود الفرنسي، بدليل ان الذين يحاصرون السفاره هم الشعب وليس القوات المسلحه. فرنسا الان قد تتخذ هذا ذريعه لمحاوله تثبيت اقدامها والسيطره على او لصالح للحفاظ على مصالحها في النيجر. انا ارى الحقيقه ان المجلس العسكري يجب ان يفوت هذه الفرصه على فرنسا بان يحمي السفير، يضمن سلامته، يخرجه خروجا امنا في ظل الرفض الشعبي لوجود السفير الفرنسي في النيجر. نعم. كون ان فرنسا تتحجج او تبرر تمسكها بوجود السفير انه موجود بناء على طلب الحكومه او اعتماد الحكومه السابقه، هذا لا يبرر انها تقف امام الرفض الشعبي للوجود الفرنسي. فرنسا حاولت ان تحصل على تصريح من الجزائر بالمرور عبر الاجواء الجزائريه والجزائر رفضت. الجزائر ضد التدخل العسكري في النيجر، دول افريقيه ضد هذا التدخل، وانا اظن ان هذا اذا حدث ستكون مذابح كبيره جدا في النيجر، لان الشعب باكمله ضد فرنسا ويقف ويدعم المجلس العسكري. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء علاء عز الدين مستشار مركز الفارابي للدراسات. أما مشاهدينا في الجابون فتشابه الموقف أيضا مع قضية النيجر، لكن هنا فرنسا دعت إلى الاتجاه إلى المسار السياسي ومحاولة تصحيح الموقف، خاصة على صعيد إجراء الانتخابات الأخيرة التي شكك فيها العسكريون الجدد. نتابع الآن مجموعة من المعالم الخاصة ب الجابون، وبعدها سنحاول أن نطرح قضية الجابون أيضا للنقاش. تقع الجابون في غرب وسط إفريقيا، ويحدها من الشمال غينيا الاستوائية والكاميرون، ومن الشرق والجنوب الكونغو، ومن الغرب المحيط الأطلسي. مساحة الجابون تبلغ 267 ألف كيلو متر مربع. يقدر عدد سكان الجابون بنحو 2.3 مليون نسمة، ويعيش نحو 90% منهم في مناطق حضرية، وهي أعلى نسبة تحضر في إفريقيا. يعتمد اقتصاد الجابون على النفط الذي يشكل 43% من الناتج المحلي ونحو 81% من حجم الصادرات. في عام 2023 بلغ نصيب الفرد في الجابون 9294 دولارا أمريكيا، مما يجعلها ثالث أغنى دولة في القارة السمراء. يعيش في الجابون نحو 40 مجموعة عرقية، أهمها شعب الفانغ الذين يشكلون 23% من سكان البلاد. الفرنسية هي اللغة الرسمية في الجابون، ويعتنق نحو 75% من السكان المسيحية، و12.2% الإسلام، و5.7% ديانات تقليدية. إذن هناك أيضا محاور خاصة بقضية الجابون بعدما تشابه موقفها إلى حد كبير مع الانقلاب الذي وقع في النيجر. دكتور أحمد، هنا نسأل ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين البلدين وبين الأحداث في البلدين؟
لا هو يعني يعني الناس ربطت على اساس ده انقلاب عسكري، نفس الوضع يعني يعني بحكم ان في كراهيه للشعوب ضد فرنسا اعتقدت ان التشابه في هذا الامر يعني. لكن حتى لو لان لغايه دلوقتي لم يتضح في الجابون من يقف وراء انقلاب الجابون، التصريحات بتاعت فرنسا يعني ممكن تطعن في المواقف الفرنسية تجاه الجابون، ولماذا هذا الاختلاف يعني في المواقف والتضاد في المواقف ما بين النيجر والجابون، بما يشي بأن فرنسا متواطئة مع انقلاب الجابون أكثر من أي من موضوع النيجر، لأن النيجر واضح أن في قرارات يعني في رفض شعبي ومجلس عسكري يرفض وبيستغل هذا الأمر. لكن في الجابون في تماهي حتى ما بين القيادات اللي قامت بالانقلاب وما بين فرنسا، وما فيش تصعيد يعني حتى لغة الحديث اللغة الدبلوماسية إلى حد ما بشكل كبير ما بين الانقلابيين. وبالتالي إذا هذا الأمر قد يكون فرنسا إن لن تتحمل يعني الصورة القميئة لأسرة بونغو لمدة 56 سنة. أعتقد أن الانتخابات الأخيرة والطعن فيها من قبل القوى المحلية وبالتالي والفساد اللي خيم حوالين الأسرة والأموال وكل الحاجات وحتى تقارير الشفافية وبتاع أني تطعن في الأسرة دي، ده بيقول والله ان فرنسا ممكن تتحمل انقلاب لكنها مش زي بازوم. اعتقد ان لديه من الصوره اللي ممكن فرنسا ان هو لسه عنده البراءه السياسيه ولم يرتكب اخطاء سياسيه، لكن دي اسره لها 40 سنه. فرنسا مش عاوزه يعني تكشف ان وكاني تتحمل الرفض الشعبي الكامل، عشان كده ممكن تتوافق مع ما حدث في الجابون. لدرجة ان حتى لما تبص في اللي هو رئيس الانقلاب العسكري في الجابون هو ليه علاقة قرابة مع بونجو ذات نفسه، وبالتالي اذا هذا هل هو انقلاب متفق عليه؟ يعني حتى الصورة اللي هو يعني وقيل انه خلاف عائلي فليكن، لكن في النهاية حتى وإن كان يعني إخراج الصورة يعني قد يكون هذا التحول أو الرفض اللي كانت هتثيره يعني مجموعة المعارضة اللي تقريبا أعلنت نفسها في الانتخابات الأخيرة وكأنها حققت يعني إنجاز كبير. هو لغاية دلوقتي لما تشوف مطلبهم النهاردة من الانقلاب بيقولوا إيه؟ نعم. والله إحنا يا ريت الانقلابيين يعني المجلس طيب. العسكري نعم. إن هو يعني يرفض عملية التصويت الأخيرة ويجريها يجري عملية الفحص في الأصوات من جديد، وكأن هو عايز إن وكأن المجلس الانتقالي اللي قام بالانقلاب إن يشوف الانتخابات دي من جديد ويعلنهم وكأنهم هم الفائزين في السلطة. طبعا من الصعوبة بمكان التصور إن أي انقلاب وصل للسلطة وكأني ينقل هذه السلطة ويتراجع يعني بصورة أريحية. طيب بالنسبة للأطراف الأخرى، يعني بخلاف الأطراف الأوروبية التي تتصدرها فرنسا، بالنسبة للأطراف الأخرى المعنية بقضايا إفريقيا وهي المنظمات الإفريقية، ما المتوقع منها؟ طبعا احنا المواقف الدولية كان حتى يعني روسيا الى حد ما برضو لم تاخد اي موقف، هي بتقرأ وتفحص الموقف. الصين نفس الوضع، الولايات المتحدة الامريكية طلبت النهاردة بان والله المفروض يرجع الحكم المدني مرة اخرى. لكن المواقف الافريقية معروفة، المواقف الافريقية مجلس السلم والامن الافريقي تقدر تقول اجتمع النهاردة وحدد ان هي ضيقه في بند في الاتحاد الافريقي اصلا يمنع التغييرات غير الدستورية، وبالتالي بموجب هذا البند في بنود الوثيقة لتأسيس الاتحاد الافريقي، فبالتالي بالتأكيد يعني يتم تجميد عضوية الجابون من الاتحاد الافريقي، وبالتالي هتعتبر التغييرات اللي جرت فيها تغييرات غير دستورية، وبالتالي الوضع كما يعني كما هو كما حدث في مسألة النيجر. لكن النيجر قد يكون مسألة العضوية يعني تم إلى حد ما لم يتم تجميد العضوية بحكم ان الإكواس حتى الآن لم تلغي مسألة العضوية في للنيجر، لكن الموقف هنا حيكون مختلف وبالتالي حتم تجميد العضوية طيب. بشكل منطقي يعني. نتوقف مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين لمتابعة هذا التقرير وبعده نواصل الحوار. بعد يوم من بدء الأحداث في الجابون إثر الإطاحة بالحكومة واحتجاز الرئيس علي بونغو بمقر إقامته،
تترقب الجابون الخطوة التالية فيما تتوالى ردود الفعل العالمية. منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال إنه لا توجد خطة لإجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من الجابون في الوقت الحالي، فيما طالبت كوريا الجنوبية مواطنيها بمغادرة الجابون بسبب مخاوف أمنية. أما إيطاليا فقد حذرت من أن حالة عدم الاستقرار في النيجر من شأنها أن تخلق تداعيات جديدة وتزيد من تدفقات الهجرة من الجنوب. إلى ذلك أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها بشدة لعملية النقل غير الدستورية للسلطة، كما حثت المسؤولين على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم. من جانبها طالبت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا إيكواس بعودة النظام الدستوري إلى الجابون منددة باستخدام القوة. ميدانيا وفي مدينة ليبريفيل عاصمة الجابون أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري تعيين الجنرال بريس أوليجي نجيما زعيما للمرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام علي بونغو. في اجتماع حضره جميع القادة ورؤساء الأركان فضلا عن الجنرالات من الصف الثاني في جمهورية الجابون، تم تعيين الجنرال بريس لوغوين جويما بالإجماع رئيس للجنة الانتقال واستعادة المؤسسات رئيس الفترة الانتقالية اعتبارا من 31 من أغسطس 2023. من جانبه طالب علي بونغو رئيس الجابون المقال المجتمع الدولي بدعمه في مواجهة المجلس العسكري. أريد أن أرسل رسالة إلى جميع الأصدقاء مفادها أنه يتعين علينا في جميع أنحاء العالم برفع الأصوات بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي، ابني في مكان وزوجتي في مكان آخر، وأنا في منزلي ولا يحدث شيء، لا أعرف ما يحدث، أطلب منكم رفع أصواتكم. كان عسكريون في الجابون قد أعلنوا أمس إغلاق حدود البلاد إلى حين إشعار آخر، كذلك حل مؤسسات الدولة، وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية. إذن على مدى سنوات ثلاث فقط وقعت 8 انقلابات في قارة إفريقيا، وهنا السؤال: ما هو المستقبل بالنسبة للقارة خاصة بعد هذه التطورات في النيجر والجابون؟ دكتور أحمد، هل نتوقع المزيد من الانقلابات؟ بالتأكيد، أني يعني أعتقد أن ما حدث من انقلابات هي ردة وخيانة للمسار الديمقراطي في إفريقيا. وإحنا يعني كباحثين وكمحللين في الدراسات الإفريقية يعني تندهش أو أنت المسار كان ماشي بشكل كويس في القارة الإفريقية، لكن أعتقد أن الإحباط اللي بيتولى القوى السياسية من أن عدم تداول للسلطة ده بيخلي من السهل بيتيح الفرصة أمام الجهات العسكرية أو الجيوش أن هي تاخد زمام المبادرة وبالتالي تستولي على السلطة طالما أن ما فيش تداول للسلطة. ما هو إيه اللي حدث حتى في الجابون؟ أن نتيجة الانتخابات قالك أن النتيجة بتاعتها لو إحنا سبناها على كده التماسك الاجتماعي ممكن حينفرط في الجابون، وبالتالي خدوا القرار. يمكن عكس النيجر، هناك ممكن يكون في أسباب شخصية من بازوم ذات نفسه، وإن الراجل ده كان يعني حيتم عزله تشياني، فبالتالي خد زمام المبادرة. وبالتالي هنا إن المرشح في بسبب حتى الكراهية من فرنسا إن كل المستعمرات الفرنسية الموجودة ممكن يكون فيها يعني انقلابات عسكرية. انت هتلاقي مثلا في الكاميرون بجوار على 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 الحدود مع الجابون، الرئيس هناك ليه 41 سنة، ماذا تتوقع من عدم تداول السلطة في هذه الدولة؟ وبالتالي ممكن تتوقع ان يحدث انقلاب. السنغال في كلام ما بين الرئيس وما بين قوى المعارضة، فبالتالي في مناطق كثيرة يعني في إفريقيا مرشحة لانقلابات عسكرية. يعني حتى الزيمبابوي الموجودة الحزب الحاكم ليه 43 سنة، وإن الرئيس يعني في كلام كثير اللي هو فاز أول امبارح بالانتخابات، فبالتالي في كلام كثير حوالين الطعن والإجراءات التزويري اللي تم. وبالتالي أعتقد إن هناك خيانة للديمقراطية في إفريقيا، وإن المسارات الديمقراطية وإن الحبل على
الجرار في افريقيا، اعتقد ان العمليه مخيبه للملف في القاره الافريقيه. نعم، ويبدو ان الملف سيظل مفتوحا بالتأكيد لفتره، ولعلنا بالطبع في حلقاتنا من برنامج افريقيا ومتابعتنا الاخباريه سنتابع المزيد من التطورات والتفاصيل والاحداث. شكرا جزيلا لحضرتك لوجودك معنا اليوم، الدكتور احمد عبد الدائم، استاذ العلاقات الدوليه بكليه الدراسات الافريقيه العليا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. مشاهدينا نشكركم لمتابعه هذه الحلقه من برنامج افريقيا، وحتى نلتقي في حلقات اخرى قادمه، تحياتي والى اللقاء.